بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم في مطبخ الامل المتميز. النهارده هنعمل لحضراتكم طريقه فراخ جديده ان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش الاشتراك وتفعلوا الجرس ولايك علشان كل جديد ومتميز في مطبخ الامل المتميز يوصل لكم باذن الله. النهارده هنحتاج ايه عشان خاطر نعمل فرخه جميله في الفرن؟ هنحتاج فرخه سليمه زي كده، يا دوب مفتوحه ومتقطعه شرايح كده صغيره بس، وهنحتاج شويه طماطم معصوره، وهنحتاج توابل ملح كركم كمون بهارات فراخ، هنحتاج فلفل رومي اخضر واحمر مفرومين صغير ومتقطعين زي كده، وبصله مفرومه وفص ثوم صغير، وبطاطس لو احنا حابين نحطها من تحت كده بس كبوكيه جرنيه بس في الصينيه. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنجيب عندنا حله زي كده ونحط فيها البصل المفروم وفص ثوم واحد بس، وبعدين ننزل عليه بشوية ملح وشوية سكر صغيرين، ونبتدي ان احنا ندعك كده في البصل علشان نطلع كل الحلاوة اللي بتبقى في البصل، والتسكيرة دي بتفرق معانا جدا في الحاجات المشوية. وبعدين ننزل بالفلفل، فلفل رومي يكون متقطع رفيع جدا، نبتدي ندعك برضو. وننزل بالصلصة، وشوية زيت، والتوابل، وكل الخليط ده ندوبه كده مع بعض ونعصر عليه ليمونتين. ونبتدي ان احنا ندعك بيهم الفرخة بتاعتنا من كل ناحية. هنجيب عندنا الصينية ونرص فيها شوية بطاطس كده، ممكن لو مش عايزة بطاطس عادي مفيش مشكلة تعملها بالصينية كده لوحديها، وشوية فلفل لو عايزة برضو شرايح بصل ممكن، فكرة احنا بنحاول ان احنا نعمل لها كابوكي جرني تحتيها يعني كده. ونبتدي نجيب الفرخة من هنا اهو، ونحشي الخلطة دي ومن هنا كده، وكل الفتحات اللي احنا عاملينها وتحت الجلد. كل مكان كده زي ما احنا كده شايفين. ونرش كده على الوش شوية زيت وليمونة، عصرة ليمون كده بسيطة، ونبتدي ان احنا ندخلها الفرن مدة ساعة الا ربع بالظبط، وبعدين هنطلعها ونشوف شكلها عامل ازاي. وادي صينية الفراخ بعد ما طلعت، دي البطاطس اهي، ده الصوص بتاعنا، طلعت للبطاطس اهي، ده الصوص بتاعنا، ممكن نخليه كده، ممكن مثلا لو عندنا شوية رز كده نحط عليه شوية صوص،
زي كده، وده شكل الفرخة بتاعتنا. نجيب كده حتة فحماية بتدي معانا ريحة وطعم الفحم، تبقى زي ما تكون مشوية على الفحم تمام. وان شاء الله يا رب تنال اعجابكم، وعايزة اشوف تعليقاتكم عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.